سعودي محترم. مين الفنان شريف؟ معرفش. الصورة دي كانت علي صوتك شويه. الصورة دي كانت فاضيه احنا ده اللي هو في المكان بتاعنا بره. بس الصوره بتاعتها شاطر بتاع الكاميرا هو اللي اسمي رامي هيكل، مصور هاوي من المؤسسين جروب انفينيتي للتصوير، بنعلم تصوير بيت التصوير. المعرض النهارده نتاج تجربات كثيره للتصوير تحت المياه، وابتدينا نزور محميات طبيعيه منها راس محمد ومنها وادي ايدان. المعرض النهارده بيتكون من محميه ثلاث محميات، ودي الصوره بتاعتي ليها علاقه بتحت المياه راس محمد في منطقه اسمها شارك ريف، قصر السمك والحركه بتاعت الشعاب المرجانيه. انا اسلام علي، مصور فريق الفريق دوت تبع مشروع تحرير اللاونج دوت بيعلم بس تصوير زي ان هم يتعلموا تصوير بسهوله يعني، وفي نفس الوقت زي عندهم ثقافه السفر وثقافه المحميات وزي يزوروا المحميات بتاعتهم ويحترموها وكده. كان في مؤسسه اسمها شباب بتحب مصر كانت عامله حمله لدعم السياحه وتنشيطها، وفي نفس الوقت الناس تعرف الاماكن اللي هم مش عارفينها يعني او يزوروها. انا اسمي نجوى حسين، شاركت مع جمعية شباب بيت مصر في رحلة لوادي ايدان، والمجموعة دي بتطلع المحميات الطبيعية في فترة شهر مع الناس في الأماكن اللي الناس ما بتروحهاش عامة، وكنا عاملين الإيفنت ده إن إحنا نصور الأماكن المميزة في مصر ونعمل عليها معرض عشان الناس تتعرف عليها وتبدأ إن هي تروح هناك وتشوفها. أنا محمد محمود، مصور فوتوغرافي. مصورين بنحب يعني كل فترة بنسافر برا القاهرة في حتت مختلفة عشان نصور الطبيعة، نصور الطيور، نصور الحياة البرية والحاجات دي. يعني لو اتعمل كتيب عن المحميات اللي اتعملت النهاردة من خلال الصور بس اللي معمولة النهاردة هتلاقي نموذج رائع جدا بيعبر عن السياح بشكل مميز. طيب الدور بقى الإيجابي إن احنا نحافظ على المحميات دي ازاي؟ ده الدور التوعوي والتنويري اللي لازم الناس تخلي بالها. مش مسألة إنك تروح تلاقي طوبة حلوة تبقى جاي واخدها عندكم في البيت، أو تلاقي أنت معاك شنطة تبقى جاي حاططها بقى ما ينفعش. نخلي بالنا جدا لأن الدور كنوز حقيقي، يعني كل صورة وكل كادر بيقول لك الحتة دي فيها كنز. إن احنا بقى إزاي نحافظ عليها ده دور وزارة التربية. رامي اشرح لنا ازاي برضه نفس المكان في برضه لوجو برضه بيسيب الكاميرا هو بياخد شطات كل شط 20 ثانية في حركة النجوم بعد كده بيجمعهم مع الكمبيوتر مع بعض عشان لو هي مجموعة واحدة صورت كل الكلام ده انا عملت كور صح يقدر يدرب ناس تانيين، يقدر يعرف ناس تانيين كده في الايوه يعمل ريفرنس فيقوم يعمل شويه بيعلم التصوير. نعم شويه بيعلم التصوير بتاعه. انا عارف تمام اللي دي هوايه كويسه جدا بتفيدنا احنا وبتفيد المصريين. ما كمان يا دكتور لو نقدر نعلم السكان المحليين جزء من التصوير وهم قاعدين هناك بتجي لهم مناظر الصوره بتتسمى رزق يقدروا يتعاملوا بيها مع الناس.